يوم 1/1/59 رجلي دخلت منطقة القاهرة 7 شارع الشواربي، وكانت المقر الأساسي للاتحاد العام. بعد كده اشتغلت في قيد اللاعبين، شؤون اللاعبين يعني، وبعد كده في اللجان الفنية، لجنة المنتخبات، المسابقات، كل ما يتعلق بالشؤون. كنا 4 أفراد، النهاردة حوالي 50 واحد. قصة البراعم دي بدأت في النادي الأهلي. كابتن مصطفى حسين الله يرحمه، كنت أنا دراعه اليمين في النادي غير وجودي في المنطقة. فكان بيعمل دوري أنا كنت بشرف عليه للأندية المتعاونة مع النادي الأهلي، بدل ما يجوا أولادهم في الاختبارات كان هو بيحدد لهم مواعيد أخرى ومراحل سباق ومسابقات وبتاع مع بعض، وكان بيبقى من السهل إن هو اللي يختاره يضمه للنادي الأهلي. بعد كده الفكرة ديت ما جي نادي المقاولين العرب اتعمل، آل عثمان، عثمان أحمد عثمان بتاع كابتن محمد حسين عثمان، نقل الفكرة بتاعت مهرجانات البراعم بالاستعانة بيا. جاء العم شاكر أنا عاوز كذا كذا، فاشتغلت معهم من الألف للياء. كان بيشترك في الدوري جميع أندية مصر، نادي القناة، نادي الإسماعيلي، نادي المنصورة، نادي المحلة، الترسانة، الزمالك، الأهلي، كل الأندية اللي كانت في السبعينات. خدت بالك سيادتك. بعد كده بدأت اتكررت البتاع، سمينا اسم البراعم، سميناه باسم كابتن مصطفى حسين بعد ما توفاه الله، لغاية ما جه بقى الناس حبايبنا اللي بيحبوا ينسبوا الشيء الموجود لهم، فقال لك الغي الاسم، احنا السنة دي هتبقى باسم صالح سليم. خلاص دي تمهيدا للاقتناع بالاسم اللي ارتبطت به البراعم، حتى يقول لك مصطفى حسين ابو الاشبال، يعني كان هي كل شغله كان الاشبال، وكل الاشبال كانوا اولاده. كان الاختبارات في النادي الاهلي كنا بنيجي نعمل استمارات، احنا اللي انشانا الاستمارات قبل كابتن علي زهر الله يرحمه ما يعمل لها نظام الحروب الابجديه، ما كناش ابجديه، كنا ندي مسلسلات من 1 لـ100 يوم كذا اختبار، من 101 لكذا، كان بيجي الافات للنادي الاهلي في الجزيره. في الفتره ديت بدينا ننظم عمليه الاختبارات بالانديه المتعاونه مع النادي الاهلي، نعمل الاختبارات على ملاعبها. كل الانديه اللي كانت لها ملاعب كنا بنروح ناخد نعمل في الجرايد انها نروح لهم كذا لاختبارات اللعيبه، فكل محبين النادي الاهلي كانوا بيجوا يشتركوا، كل دول بيصفوا على 100 ويتجمعوا في النادي الاهلي بالمرحلة الأخيرة بتاعت اختيار كل مرحلة سنية محتاجة إيه؟ محتاج لجوان كم جون؟ محتاج خط ظهر؟ خط وسط؟ طين فراودة؟ حاجات دي كلها. جميع اللعيبة اللي كانت بتلعب لمنتخب مصر في الستينات هي نتيجة المنتخبات المناطق، كانت منطقة قارة بتعمل منتخب، فبتختار من كل نادي، وكان مفيش حاجة اسمها، كانت المناطق 5، مناطق 5، القاهرة، اسكندرية، وبحري كان عاصمتها طنطا، القناة كانت عاصمتها الإسماعيلية، الصعيد وعاصمتها أسيوط، 5 مناطق اللي كانوا بيلعبوا في الدوري. ما كانش فيه في القاهرة غير 5 مناطق، النهارده 27 منطقة، كل محافظة منطقة. فكنا بنعمل مباريات، الأول كنا بنعمل حبية وبعدين بنعملها رسمي، والحمد لله كانت القاهرة دايما بتاخد البطولات. كل اللي لعبوا في الستينات في المنتخبات كلهم أولاد القاهرة، الشربيني، طه إسماعيل، رفعت فناجيلي، صالح سليم، كل اللي بقول لحضرتك كان موجود، حمادة إمام، الشاذلي، مصطفى رياض، تاخد هو في الناشئين الفريق الأول كان عنده 17 سنة، وبعد كده كمل ومشي، ومفيش منتخب ما كانش يعتمد فيه غير صالح سليم، لغايه بقى هو تمسك بالكوره لغايه اخر لحظه.
طبعا عامل السن كبر والجن بعديه تفوقوا، كان يعتز برأيه لأنه كان بيفرض نفسه على الفرق اللي بتلعب، كان بيفرض نفسه على بمستواه. كان الخطيب ده له قصة تانية في نادي النصر. طبعا كان راح يتفرج عليه كابتن فؤاد شعبان الله يرحمه، كابتن سمير ابو سعود ربنا يشفيه، كان كابتن كمال عبد العال، عم جمعه سرحان، وكنت انا. ورحنا نشوفه عشان يلعب في نادي النصر، هنتفرج عليه النصر والاهلي. في اليوم ده ما لعبش، ما كنا رايحين الولد اسمه سيد شعراوي، سيد شاء الله يرحمه، سيد شعراوي ما لعبش، كان هو هداف منطقه القاهره. فكان في شبل، الماتش كان تحت 19 وهو كان 17، فكابتن الشيخ الله يرحمه خده لعبه معاه في الفريق بتاعه. فبدا بعد كده الاتصالات عشان خطيب يجي النادي الاهلي، وخد مراحل بقى فيه شويه معاكسه في البدايه لغايه ما ربنا وفق الاخرين وجابوه النادي الاهلي. كان هو وحمد نوح كانوا اعلى اثنين موجودين في القاهره في المهارات، كان محمود الخطيب وكان حمد نوح. حمد نوح كان في اسكو راح المقاولين، ومحمود الخطيب كان في النصر راح النادي الاهلي. حاول الاسماعيلي يخش معاه ما موفقش. اي لاعب في الايام الحاليه لازم يعرف انه اللي بيدربه هو ده ابوه وامه واهله. ليه؟ أنا أب أتمنى ابني يبقى أحسن مني، كذلك المدرب يتمنى اللاعب بتاعه يبقى أحسن منه. فبالسلبيات اللي هو فاكرها بخبراته اللي هو استفاد بيها بينقلها للاعب. فلازم اللاعب لو قال للاعب أنت بتلعب إيه؟ قال له مراس حربة. لو قال له العب جون لازم يلعب جون. لو لازم توجيه كامل. ويسيبك بقى من اولاء الامور اللي قاعدين في المدرجات كل واحد نادي على ابنه، كل واحد نادي على مش عارف مين. لا، ودنك بس بالمدرب، لان المدرب هو اللي يتمنى انك تبقى احسن منه.